لكن السلام عليكم اخواني. اخواني راح اشارك عطل قبضة لجهاز كرسي مقعد. تمام. طبعا شباب انا هلأ هون عشان يشتغل معي، سبق وشرحت ولكن نعيد ونكرر، عشان يشتغل بدي حاكي الجهاز انه بقول له انه وصول متور. تمام. بوصل لمبة 12 او 24، باخذ خطين منه بغزي على الموتور الاول واللمبة الثانية على الموتور الثاني. خلصنا هيك بده يشتغل الجهاز، بيعرف انه متورات راكبة وسليمة عشان ما يشخص لي غير عطل. حاليا عندنا العطل 7 تغميزات. نشغل، شايفين، بنعد 1 2 3 4 5 6 7 ووقف. اذا 7 تغميزات هي عطل في هذا الكف. دائما الكرسي اللي بيجي 7 تغميزات عطل بهذا الكف، هي كف التحكم مثل ما شايفين، هي كف التحكم عبارة عن IC تتحسس بالمقاييس هذا الموجود تحت هون، شايفين هذا مغناطيس يتحرك فوق هاي IC. تمام. فبالتالي بتخرج عندي على الخطين هذول، لحظة شوي لثبت، عندي هون شايفين شلون عن أرضي VCC 3.3، يجي الخطين هذول إشارة، كل ما تغير محور المغناطيس فوق هاي IC يتغير عندي فرق الكمون هون، فرق الجهد. هلأ هون عم يعطيني 3 وهون عم يعطيني 3، إذا هاي IC فيها مشكلة. طبعا مثل ما شايفين في عندي أكسدة، في عندي مكثفات جواته أكسدة، عندي أرجل هاي IC عليها أكسدة، فأنا رح فك IC هاي وارجع ركبها وارجع كمان اتأكد من هذول المسارات اللي يكون فيه انقطع. يا شباب شايفين فكينا IC في جواته أكسدة. تمام. وهي IC، لا راح ننظف ونشيل الأكسدة وننظف جوات IC ونرجع نزرعها من أول وجديد، وإن شاء الله تكون IC هاي سليمة معنا تالفة. إذا تالفة غير متوفر من هاي IC حاليا، فهو مضطر اما يبدل الكرت كامل او يبدل القبضة كلياتها. شوفوا الشباب، اتوقع العطل واضح، شايفين شلون الخطوط مقطعة. تمام. فانا راح احاول ازرع خطوط من جديد ووصلهم على الارجل عشان نرجع نحيي اللوحة من جديد. طبعا يا شباب انا للامانة الشغل هذا كلياته بشتغله في سبيل الله، يعني ما باخذ اجر، واتمنى اللي عم يستفيد من هيك مواضيع كمان ما ياخذ اجر، الاجر عند الله. اخواني للاسف الشديد ركبنا IC، عدنا توصيل الأرجل ولكن ما استفدنا شيء. IC هاي عاطلة، عم تخرج مباشرة
3.3 ب 3.3 الخبطين هذول. فللأسف الشديد ما مش الحال. طبعا أنا الفيديو هذا حبيت قدمه عشان تعرف أنه 7 تغميزات هي عطل بهذا الكف.